هاي مرحبا ويا مهلا، اهلا بكم اهلا بكم اولا. يا اصدقائي مرحبا ويا مهلا، اهلا بكم اهلا بكم اولا. وطيبين طيبين كل سنه، وعن الانشغال وعن الانشغال، هذه مساله تحتاج لشرح وتفصيل وكلام طويل. جحا وأفكار النيرة. قلت في نفسي يا جحا، ليش ما تعيد أيام الشباب وزمان الصبا، بس بطريقة حديثة متطورة. أدور وألف في الدنيا على حماري بعد ما حوله لطائرة. اصبروا واسمعوا، لا تضحكوا لا تسخروا.